عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله راح نديروا طعام بالكابويه الحمراء، ولا كاين اللي يقولها القرعه الحمراء. هذه فيها بزاف فيتامينات ولا نبغيها بزاف مع الطعام. اليوم راح نوريكم طريقه كيفاش طيبوا الكابويه الحمراء بالحليب نقدموها مع الطعام. نديروا مغرف تاع الزبده في طنجره، راح نضيف عليها البصل، حبه تاع بصل مقطعه صغير. كي تقلوا البصل شويه زبده، ما ديروش الزيت على خاطر راح نديروا الحليب من بعد، يعطيكم بنه شابه بزاف. راح نقليه في هذيك الزبده، ندخلوا شويه تاع الملح. بالنسبه للتوابل نديروا غير الملح وفلفل كحل، شويه فلفل كحل، هي تبغي الفلفل. من في التالي كنضيف الحليب، راح ندير الفلفل، شويه فلفل، وراح نقليها. درك بعد ما قليت في البصل، يعني اللي ما نخلوش حتى يتحرك غير يدبال، راح نمرق الماء شويه سخون، ما نكثرش الماء، نديرو غير شويه قد ما يطيب لنا يعني هذيك الكابويه. راح نغطي نخليه يسخن وندير الكابويه. درك كيما راكم تشوفوا الماء راه يغلي، راح ندير هذيك الكابويه ولا كاين اللي يقولها القرعه الحمراء اليقطين، يعني الاسم تاعها باللغه اليقطين. درك بعد ما درتها راح نغطي عليها ونخليها على النار هذه تطيب، ومن بعد راح نضيف لها الحليب في الاخير بعد ما تطيب ان شاء الله. درك راح نحضروا الطعام مع بعض. عندي هنا كيلة تاع الطعام، يعني ماهيش معمره مليح، نفس العبر راح نديرو منبت هاد الكيلة تاع الطعام، راح نديرو في باسينة، راح نغسلو تحت الروبيني ونصفيه. درك بعد ما شمخت هذاك الماء غسلتو يعني تحت الروبيني، لا قطرتو في الكسكاس، ديرو باسينة تحت الكسكاس باش ما يطيحلكمش الطعام. انا قطرتو غير هكا في الباسينة، يعني قطرت هذاك الماء. درك راح نخلي هاد الطعام تاعي يريح واحد 10 دقائق باش يشرب هاد الماء، ومن بعد نضيف له الزيت. درك بعد ما تشرب لي الطعام هذاك الماء تقريبا 10 دقائق ولا حليته كما راكم تشوفوا، حلوه باليدين. ونديروا له الزيت، عندي هنا تقريبا 3 مغارف ولا 4 مغارف تاع زيت باش ما يتعجنلناش، وشويه تاع الملح. راح نحاول هكا خلط باليدين باش يدخل فيه هذاك الزيت. درك راح نديروه يفور التفويره الاولى، راح نجيب الكسكاس وراح ندير فيه الطعام. راح ندير نص الكمية ونخلي من بعد نضيف اللي باقي، راح نديرو فوق النار باش يفور. الطعام كيفاش تعرفوا بلي فار، تشوفوا هذيك لافابور تطلع اون بليس، كي ديروا هكا بيديكم يعني ما يلصق لكمش الطعام في يديكم، يعني راه فاير. درك راح نديرو في القصعه. درك كيما راكم تشوفوا بعد ما فار الطعام التفويره الاولى وقلحتو من الكسكاس، حلوه شويه. درك بعد ما حليت الطعام كيما راكم تشوفوا راح ندير له ندقو في الملح، انا درت له في الملح شويه في فورته التفويره الاولى، راح نضيف شويه ذروت مازال مسوس. نفس الكيله اللي كيلتو بها الطعام نديروها ماء، راح ندير في الطعام بهذا الشكل، خلط ورا
راح نخليه يتشرب هذاك الماء. درك راح نخليه يتشرب هذاك الماء تقريبا واحد 20 دقيقة ولا درك. بعد ما تشرب لنا الطعام كاع هذاك الماء كيما راكم تشوفوا، شوفوا شحال راه طري. درك راح نديروه في الكسكاس باش نفوروه التفويضة الثانية والأخيرة. نجيبوا الكسكاس وندير فيه الطعام. وراح ندير سخون، راح ندير شويه تاع الزبيب، شلوه مليح، غسلوه مليح الزبيب بالماء، نخليه يفور مع الطعام. درك راح ندير الطعام تاعي باش يفور التفويره الثانيه. درك بعد ما فار الطعام التفويره الثانيه كما راكم تشوفوا هو سخون، راح ندير له السمن، راح ندهنه بالسمن، سمن ولا زبده خاصه لك كانت عندكم زبده تاع العرب. انا عندي السمن شويه راه جامد، نخلطه مع الطعام، ندهن مليح هذاك الطعام. درك كيما راكم تشوفوا طابت لنا هذيك الكابويا والماء بدا ينشف، يعني بقى غير شويه تاع الماء. راح نديروا الحليب، هذا الحليب اللي راح نسقوا به الطعام، نزيد غير شويه فلفل. نخليها غير شويه قد ما تبدا تغلي ونطفي عليها ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الطعام اللي درناه بالكابويا الحمراء اللي هي اليقطين. ان شاء الله تجربوه ونقدموه كما شفتوا بهذاك الحليب اللي طيبناه يعني مع الكابويا. ان شاء الله تجربوه وتنجحوا في التحضير تاعو، والى اللقاء.